اهلا اهلا اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ولاء مكاوي. لو عندك بيضة وقرن فلفل هتعملي بيهم احلى وجبة، وجبة صحية ومفيدة جدا، وكمان تنفع للكيتو دايت، وكمان تنفع لأي نوع دايت انت بتعمليه، لانها قليلة السعرات الحرارية وكلها عناصر غذائية ولو مفيدة. حسبنا الكمية كلها بالسعرات الحرارية هتبقى حوالي 400 سعر حراري بالتقريب، يعني للقطعة الواحدة 59 سعر حراري تقريبا. وهسيب لكم في صندوق الوصف السعرات الحرارية لكل عنصر من العناصر اللي استخدمناها. ويلا بينا نبدأ ونشوف الطريقة والمكونات. وقبل ما نبدأ ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيس، واسمي على اليوتيوب ولاء سكيتشن. وللوصفة هنحتاج بيضة كاملة، وهنضيف عليها ربع بصلاية متقطعة مكعبات، ونص طماطماية متقطعة مكعبات، وهنضيف عليها حوالي ربع كوباية أو نص كوباية من البروكلي. هنضيف عليها شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود. هنقلب الخليط، وفي الطاسة هندهن دهنة خفيفة من الزيت، يعني أقل من نص معلقة زيت، ويفضل إن الطاسة تكون غير لاصقة. ولما تسخن الطاسة هنرص فيها حلقات الفلفل بالشكل ده، وجوه الحلقات هنضيف الخلطة اللي عملناها مع البيض. هنسيبها شوية لحد لما تحمر لمدة دقيقة أو دقيقتين، وبعد كده هنقلبها على الجنب التاني علشان تاخد لون أحمر، يعني تقريبا كل جنب هياخد من دقيقة لدقيقتين علشان ياخد اللون الأحمر. وبعد ما اللون بتاعها يحمر بالشكل ده هنضيف شوية من تشيز موتزاريلا على الوش، ده اختياري طبعا، لو مش حابة الخطوة دي بلاش منها. وهغطيها لمدة دقيقة لدقيقتين كمان علشان الموتزاريلا تسيح وتدي شكل حلو. وبكده تكون خلصت وصفتنا النهاردة، وصفة صحية ومفيدة وسهلة وسريعة، ما بتاخدش وقت خالص، وكمان سعراتها الحرارية قليلة جدا، تنفع في الفطار غدا او عشاء. يا رب تكون الوصفة سهلة وبسيطة وعجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيس. كان معاكم ولاء مكاوي، مع السلامة.